سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم بخير. اليوم ان شاء الله حندير واحد التحليه وراني مزروبه بزاف او مازال مابقاش بيأذن، ما راح نزرب نوريها لكم التحليه واش لازم لها. حكمت هذا الكاطو هذا رخيص كامل، شوفوا بفداير ماشي غالي. شمختو في الحليب ودرت فيه زوج طبقات لخاطر تاع المرقيق، درت زوج طبقات ونسحقو نصري تاع الحليب وباكي بلون هذا فاني كراميل هذا ولا ديروا فاني، دبر راسكم كيما تحبوا. ديروا في نصري تاع الحليب ناقصه شويه ونورمال، طيبوا الفلو وخلوه يبرد، خلوه يبرد ومن بعد نسحقوا هاد لا كريم شونتيي. هذه 100 غرام تاع حوت شروا تاع 10000، تسحقوا النص تاعها لعلينا. نسحقوا كريمه طازجه شويه، رانا حندخلوها الميكرووند ولا نسخنوها في كسرون عادي وحنضيفوا لها زوج هادو باش نديروا الكاناج. دوك نبداو بالفلون ونروح نسخن هذه، ندير فيها الشوكولا ونكملوا الخدمه. تكونوا درتوا هكا الكاطو في المول ديالكم، المول اللي تحبوا. كيما هنا كنتو تشوفوا هاو الفلون كيما راح تخدموا الفلون او جمد شويه. واش انا حنديروا؟ حنفرغوا عليه واحد 50 غرام شونتيي، واحد 50 غرام شونتيي. يا اخي نتوما تروحوا تشرو قص 10000 باينه، ما يمدوش بال 5000. نتوما ها ديروا هكا وهاو ديك الكاناج تاعنا، شوفوا كيف يولي. قلت لكم سخنوا لا كريم فريش ولا الحليب، واحد الفنجان هكا فيه زوج لي بوا تاع شوكولاند بقيمه 90 غرام صافي 180. شوفوا كيف راح تولي لكم. هذا مع الاخر نسحقوا دوك بالباتور ولا بالفيتخان طلعوهم وهكا تخدموها تطلع حتى تضاعف. دوك هنا درت طبقه تعبانه، انا كنت سمعوا فيها بيأذن عليا، نكملها تمتم ونروح نفطر. درت هنايا بانان الا كنتو تحبوا وهاي لا كريم. وشنو نعطيكم نصيحه، لازم الفلو يكون بارد باش نضيفوا له لا شونتيي ونطلعوه. دوك ندير طبقه هاهو. دركا واش ديروا؟ ما نديروش فوقها ديراكتومون كاناج كما قلت لكم راح اذن. هذه كما قلت لكم ما ديروش فوقها ديراكتومون كاناج، هو يأذن تسمعوا فيه اذن عليا الله غالب. روطار دائما روطار، نخليها تبرد تشد روحها باش نفرغ عليها الكاناج. دوك ندخلها ونروح نفطر ومن بعد في السهره نوريها لكم. دركا بعد دوكا فطرت صح فطوركم. دوكا هاوليك لو كاناج، ماذا بيكم ما ديريش بلاصه وحده خاطر ما نقدروش نمشو نقيسو لا كريم مع الكاناج. ديرو غير هكذا نسقمو مليح. دوك نسقموها ونعاود نولي ليكم. هكذا سقمو غير بالعقل. هكا سيو هي معليش الا قستو بصح نتوما سيو من انا نختار راني زربت شويه تاني السهره باش تبرد. سيو نتوما خلوها مليح تشد روحها باش ما تقيسو، باش الكاناج ما يقيس لكمش لا كريم، باش تجي كل طبقه وحدها. بصح ما الا قستو معليش ما حيصرا والو. هكا وتعاودوا تدخلوها تبرد مليح، تحب تكون هذه بارده. هادي كيما ناموس بصح برك الفكره جديده، ما تبقاوش ديروا غير في الفلون دائما. انا ما نديروش ملي بدا رمضان ما درتش كاع الفلون، ما نكذبش عليكم. بصح كاين بزاف ناس يحبوا بصح بدلوا شويه. دوك ندخلها انا تبرد بعد ما نكمل، ومن بعد كي تبرد في السهره ان شاء الله حنقسموها. وفي الاخير هاي بعد ما بردت كيما قلت لكم كل حاجه روطار، هاي ديك بردت هايله بزاف منعشه بزاف هاد التحليه. هاي ليك هنا شوفوا تقسم لكم سهله وشنو نصها راح طاب داوه. كان هنا خالي يفطر عندنا وداه كيما كنتو تشوفوا. شوفوا كيفاه تجيكم، نقسموا مع بعض شويه تبدلوا شويه في التحليات، ماشي دائما هذه شيكولا توحشت ندوق. صدقوني هايله سورتو الى بردت كيما لا كريم وتجيكم هكاك. ها هي دوك ما عليا غير نقولكم شي صحه فطوركم صحه سحوركم، ان شاء الله تعجبكم وتسيوها. باي باي.